المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا اليوم عن قيمة أخلاقية في الغالب تبرز في الأزمات. اليوم مجتمعنا و بقية مجتمعات الدنيا تتعرض لهذه الأزمة وهذا الوباء وهذا الفيروس الذي ينتشر، لكن سبحان الله تبرز قيم نبيلة وأخلاق رفيعة في مثل هذه الأزمات. من هذه الأخلاق والقيم التي تبرز أثناء الأزمات قيمة العمل التطوعي. التطوع هذه ثقافة وقيمة أخلاقية وعبادة عظيمة. اليوم لا أستغرب حينما نسمع مثلا في بلادنا في مملكة البحرين هذه الأعداد التي بلغت الألوف من المتطوعين، سواء في هذا القطاع أو في قطاع آخر أو ثالث أو رابع، وجدنا أعداد بالألوف كلها جاءت متطوعة. وهذا الأمر يحتاج منا إلى هذه الوقفة، فوقفتنا اليوم تحت هذا العنوان ثقافة التطوع. التطوع عبادة. لو حاولنا نخلي عنوان أو عفوا لو حاولنا نخلي تعريف للتطوع، أقول التطوع هو ذلك العمل والجهد الذي يبذل سواء كان قولا أو فكرا أو عملا ويوجه للآخرين، سواء كان هؤلاء الآخرين أفراد أو جماعات هيئات أو مؤسسات، وجه إلى الجمادات أو وجه إلى الحيوانات دون اشتراط مقابل، سواء كان هذا المقابل مقابل مادي أو مقابل معنوي. هذا هو التطوع. التطوع هو جهد أنا أبذله أو يبذله فلان أو فلان، سواء بكلام أو بكتابة، يعني عمل أي عمل، أو بفكر اجتهاد طاقة أبذلها وتوجه للآخرين، أيا كان هؤلاء الآخرين أفراد جماعات مؤسسات هيئات حيوانات جمادات أو غير ذلك، دون اشتراط مقابل، لأن لو اشترط مقابل هذا ليس عمل تطوعي. دون اشتراط مقابل، وهذا المقابل حتى لو كان معنويا لا يشترط، وسأتكلم عن هذه النقطة بعد قليل، لكن فقط يعني من باب ذكر المثال، لا يسمى هذا الإنسان متطوع حينما يقدم عملا للآخرين ثم يشترط عليهم على أقل تقدير أن يدعوا له، يسعى على فقير أو مسكين أو أرملة أو إنسان ذا حاجة ويقول له ترى أنا ما بي منك إلا الدعاء. لا، جعلها كلها لله. هو إذا دعا لك فهذا حسن، بل مطلوب شرعا أن يدعو لك، من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
ها هنا حديث عظيم، أرجوكم إخواني أخواتي لنتأمل هذا الحديث. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أقواما يختصهم بالنعم. فلان عنده نعمة المال، وفلان عنده نعمة الجاه، فلان عنده نعمة القوة، فلان عنده نعمة كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى استودع في فلان وفلان وفلان نعم، واختصهم بهذه النعم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. هذه النعمة التي عندك وقد اختصك الله تبارك وتعالى بها لتنفع بها الآخرين. قد تكون النعمة التي عندك أنك تحسن قراءة القرآن وتتلوه بإتقان. غيرك كثير لا يحسنون تلاوته ولا يتقنون قراءته. الله سبحانه وتعالى اختصك بهذه النعم لمنافع العباد، تنفعهم بهذه النعمة. غيرك لا، عنده مال، اختصه الله بهذا المال لمنافع العباد، ينفع هذا العبد وينفع هذا العبد. آخر عنده وجاهة وشفاعته مقبولة، اختصه الله بهذه الشفاعة وهذا الجاه لمنافع العباد. أعيد قراءة الحديث: إن لله قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. قال عليه الصلاة والسلام: يقرها فيهم ما بذلوها، يعني يبقي هذه النعم عندهم إذا بذلوها، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. هكذا شأن النعم التي اختصنا الله تبارك وتعالى بها. إنسان عنده علم لكنه لا يخرج به لمنافع الآخرين، لا يعلم هذا الجاهل ولا يذكر هذا الناس، وحبس هذا العلم في صدره. الحديث يقول، أي نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. هذا العمل التطوعي يدور في هذا الفلك. ترى ما في واحد منا اليوم إلا وعنده قدرة، قلت هذه القدرة أو كثرت، صغرت هذه القدرة أو كبرت، يستطيع من خلالها أن يقدم شيء، عمل تطوعي. ربما لا يكون متعلم، ربما يكون مقعد لا يستطيع الحركة، لكنه عنده قدرة اختصه الله تبارك وتعالى بها، فلينفع العباد بها. هذا هو العمل التطوعي. المسألة الثانية، وهي من المسائل أيضا المهمة، قلت قبل قليل وسأؤكد على هذا الكلام أكثر مرة، المتطوع في عمله هذا التطوعي لا يبتغي مقابل، لا مادي ولا معنوي. المادي قد يكون أموال فهو لا يتطلع إلى هذه الأموال، المادي هذا قد يكون وظيفة له أو لغيره، أو يخطط على شيء في المستقبل يريد أن يحصل عليه، كما يفعل البعض يعني، كما يفعل قد يعني يشتغل ويشتهر بالعمل التطوعي وفي قلبه ونيته أن يحظى بكسب أصوات الناس ليصل إلى كرسي في مجلس أو يصل إلى،
لا، العمل التطوعي لا ينظر إلى هذه الأشياء المادية أبدا ولا الأشياء المعنوية، حتى إلى درجة الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال، واسمعوا هذه الآية العجيبة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهم لا يريدون لا جزاء مقابل هذا العمل التطوعي، ولا يريدون حتى شكورا. أنا واجب إذا عمل لي الإنسان عمل أن أشكره، لكن هو لم يعمل هذا العمل من أجل الشكر. لهذا كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا أرسلت بعطية إلى أحد، أرسلت طعام أو أرسلت كسوة أو أرسلت أي شيء، إذا أرسلت بعطية إلى أحد فوصلت هذه العطية لفلان، فدعا لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال جزاها الله خيرا، أو الله يكثر خيرها، أو الله ينعم عليها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، وجزاك الله خيرا، تدعو له بمثل ما دعا لها، تقول وجزاك الله خيرا دعوة بدعوة ليبقى الأجر كاملا. يعني حتى الدعاء ما تتطلع نفوسهم إليه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن لماذا؟ قال إنا نخاف من ربنا في شيء نتأمله وننتظره هو يوم القيامة، وعطاء الله تبارك وتعالى هو الأبقى وهو الأكثر. هذه نقاط مهمة في مقدمة الحديث عن العمل التطوعي، وبقيت نقاط أخرى آتي عليها بعد هذا الفاصل، ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد. كنت أتحدث قبل الفاصل عن هذه المقدمات بين يدي الحديث عن ثقافة العمل التطوعي، وقلت قبل الفاصل لابد أن تتجرد هذه القلوب من الالتفات إلى أي شيء دنيوي. طبعا صعب، لكن هذه ميزة العمل التطوعي. لهذا هو ليس العمل التطوعي، الله سبحانه وتعالى ما أوجبه علينا كوجوب، لكن من عمل هذا العمل التطوعي فليجعله لله، كما قال الله سبحانه وتعالى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ها هنا سؤال، لماذا نتطوع؟ لماذا نتطوع؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى رغبنا فيه، وجاء بصيغة الأمر، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، تدبروا إخواني، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، هذه عبادة، الصلاة ركوعها وسجودها، الصيام، الزكاة، الحج، هذه عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أوجبها الله عليك. لكن هناك شيء آخر، وهو الإحسان إلى الآخرين، وهو التطوع. قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ميزة العمل التطوع أن المتطوع يفعل هذا الفعل طواعية، لهذا سمي متطوع، يفعله طواعية، ما أكرهه أحد على ذلك، لم يوجبه عليه أحد، يفعله تطوعا، وهذا ميزة العمل الذي فيه تطوع. ولا يعني أن المتطوع إذا فعل فعلا تطوع به وأعطاه الناس مكافأة على ذلك،
أنه يمتنع أو لا يأخذه أو يقلل من قيمة العمل، لا، العبرة ببداية النية. هو عمل لله سبحانه وتعالى، لكن جاءه خير على هذا التطوع، عمل له حفل تكريم هو ما أراده لكنه كرم، فهذا خير على خير، أهديت إليه هدية على هذا العمل التطوعي فقبل بها، ونفسه وقلبه لم تلتفت إلى هذا الأمر، أو أثنى الناس عليه خيرا، وهذا عاجل بشرى المؤمن، فعل فعل متطوع فأثنى الناس عليه، قال والله فلان كفو ونعم رايته بيضة، يفعل المعروف ويساعد الناس، هو ما أراد هذا الأمر، لكن هذا الأمر حصل له، هذا عاجل بشرى المؤمن، وهذا ليس بخطأ. لهذا لا يأتي إنسان ويقول نريد عمل ويا ناس تطوعوا للعمل الفلاني لي، أو لا 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 تكره الناس على عمل التطوع، دع الناس يفعلون حبا فيه وتطوعا. إذا نحن نفعل نتطوع لأن الله سبحانه وتعالى رغبنا فيه. اثنين، لأن العمل التطوعي فيه خير، فيه خير. اسمعوا ماذا يقول ربي تبارك وتعالى، قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بس تكفيك هذه الجملة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر لصنيعه وعالم بمقصده ونيته. ما يحتاج يقول للناس ترى يا جماعة ترى نيتي طيبة، لا لا ما يحتاج يتعلم الناس. بعض الناس يقول أنا فعلت تطوعت في العمل الفلاني بس يا أخي ما حد رابي ولا حد كرمني ولا حد حتى ذكرني، اذكروا فلان وفلان وفلان. وأنا يا أخي تذكر هذه الآية، الله شاكر وعليم، شاكر لك وعالم بفعلك وعالم بمقصدك، ما يحتاج لا تزعل. ذكرت الحمد لله، كرمت الحمد لله، ما أحد ذكرك، فإن الله شاكر عليم. الموضع الآخر في نفس السورة، سورة البقرة، الله تبارك وتعالى يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، خير له في دينه ودنياه، خير له في دنيا وآخرته، خير له في نفسه وبدنه وماله وأهله. تطوع في خير. لماذا نتطوع؟ وهذه عجيبة الثالثة، لماذا نتطوع؟ لأن المتطوع من أحب الناس إلى الله، بل لأن المتطوع من خير الناس عند الله سبحانه وتعالى، لأنه خير الناس عند الله، كان من أحب الناس عند الله سبحانه وتعالى المتطوع. تحصل لك واحد سبحان الله يتكفل له بعمل يرهقه، يرهق جسده ويرهق ماله ويرهق علاقته بأسرته، عمل ربما لا يكون هنا في بلده، عمل قد يكون بعيد ويسافر إليه، وقد رأيت من ذلك الشيء الكثير خلال هذه تقريبا 25 إلى 30 سنة، رأيت نماذج مشرفة، نماذج رائعة، والله الناس بعض الناس ما يعرفونهم ولا يعرفه ولا يدرون عن عمله، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه. هذا من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا لما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال الواضح، قال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، أي الناس أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أنفعهم للناس، ومنفعة الناس عبادة. يعني حتى لا يقول قائل ما قال أكثرهم عبادة، لا، لأن حتى
حتى منفعة الناس وتقديم النفع للناس هذه عبادة، هو فعلها تقربا إلى الله، ما فعلها لشيء آخر، لهذه هي عبادة أيضا. قال أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. فإذا رأيت إنسانا مع تقربه إلى الله وإتقان عبادته لله سبحانه وتعالى، العبادة المفروضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، إلا أنه في المقابل يقدم هذه الأعمال التطوعية تطوعا وطواعية لله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا من أحب الناس إلى الله، بل من خير الناس إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام وأحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. شوف بأي سبب سرور تدخله على مسلم، وهذا عمل عظيم. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما في هذا الحديث، في نفس هذا الحديث، قال ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. الاعتكاف عبادة عظيمة، الاعتكاف عبادة من أعظم العبادات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو أمشي مع أخي في حاجة، عنده حاجة في الوزارة الفلانية، أو حاجة في المكان الفلاني، أو حاجة مع أسرته، بس أمشي معه في هذه الحاجة، قد تقضى هذه الحاجة وقد لا تقضى، يمكن أشفع له ويمكن تقبل شفاعته ويمكن ما تقبل. المشي معه فقط أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف في المسجد شهرا. طيب إذا مشى معه وتحققت حاجته ماذا له؟ اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، قال ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ أو تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. مشى معه حتى تثبت لفلان حاجته، الجزاء من جنس العمل، ثبت الله سبحانه وتعالى قدمه يوم تزل الأقدام. هذا عمل عظيم. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الناس أنفعهم للناس. هذا الإنسان الذي منافع يقدم للآخرين في أي ميدان تجد له بصمة، سبحان الله، في أي ميدان تجد لهذا الإنسان بصمة من الخير يقدمها للآخرين، والناس هم شهود على هذه البصمات، هم شهود على هذه البصمات والمنافع التي يقدمها، سيشهدون له، وستشهد له هذه الأرض، وستشهد له هذه السماء، ستشهد له هذه الجبال، ستشهد له الأشجار يوم القيامة أن فلان كان يقدم هذه المنافع للناس والحاجات للناس. وهناك أسباب أخرى لماذا نتطوع، هناك أسباب أخرى، لكن أخرج في هذا الفاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد. وكنا نتساءل قبل الفاصل لماذا نتطوع، قلنا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وغيرها من الأسباب. من الأسباب أيضا أن التطوع في العمل التطوعي في تحقيق لمبدأ التآلف التكاتف في المجتمع. لا أزال أذكر فتاة طالبة في الجامعة وكانت تتواصل معي في هذا الأمر، وكان عندها هذا الهم، هم العمل التطوعي، وكانت تقدم من الأعمال التطوعية وإن كانت يسيرة لكن مآل هذه الأعمال تحقيق هذا المبدأ، مبدأ التآلف والتكاتف في المجتمع. فكانت ترى مما يحصل من هذه الألفة والتكاتف، وترى في مقابل عمل يسير كانت تقدمه
هي وزميلاتها في هذا العمل التطوعي الذي في الحقيقة تفردنا به. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا الشاهد: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال في نهاية الحديث عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لأن العمل التطوعي هو أشبه ما يكون، وسائر الأعمال أعمال الطاعة طبعا، أشبه ما تكون بهذه الدابة التي تنطلق عليها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الأعمال قليلة أو غير متقنة يتباطأ. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشاهد أن من الأسباب دخولنا في العمل التطوعي وإشاعة ثقافة العمل التطوعي أنه يزيد اللحمة في المجتمعات، ويؤلف بين أبناء المجتمع، ويحصل هذا التكاتف بينهم. حينما يرى الفقير كم يشفق عليه الغني ويعطف فيوصل إليه زكاته، حينما يرى هذا الإنسان الذي عنده قدرة على الإبداع في مسائل متعددة فيقوم بمشاريع تنموية يقدمها للفقراء والمساكين. أعجبتني تلك الفكرة وقد طرحتها على بعض الجمعيات. اليوم تجد عدد كبير من الجمعيات تتبنى أعدادا من الأسر الفقيرة، قد تفوق أعداد الأسر عندهم 200-300 أسرة فقيرة، يعطون كل فرد أو كل أسرة يعطونها النزر اليسير، على سبيل المثال 20 دينار مثلا في الشهر، وهذه لا تغير من وضع الفقير. فكنت أطرح على بعض الأخوة تصور: لماذا لا نوقف الدعم عن 150 أسرة ونجعل الدعم كله في 50 أسرة، ننقل هذه 50 الأسرة من حال الفقر إلى حال الغنى، يساهمون معنا في دعم ما بقي من هذه الأسر، نقدم مشاريع لهذه الأسر. اليوم نحن محتاجين أن نخرج من من العمل التقليدي إن صح التعبير. هناك رعاية للأسر الفقيرة، لكن شكل هذه الرعاية لم يتغير من سنوات. هذا الدعم المقطوع هذا شكل من الأشكال التي لم يتغير. اليوم نحتاج إلى أن احنا نفكر في تطوير العمل التطوعي. الأسرة الفقيرة أشترط عليها حينما أقدم لها مشاريع تنموية صحيحة، وأقدم لها ملفات جاهزة بدراسة الجدوى وغيرها، جاهزة حتى بالتراخيص من قبل المؤسسات الرسمية في الدولة، وأقول: هذا مشروع تعملون عليه، مشروع أسر منتجة أو غير ذلك، وغيرها من الأفكار. الذي أريد أن أذكر به، نحن نحتاج أننا نخرج حقيقة من هذه الصور، صور الدعم التقليدية. نحتاج إلى شيء فيه إبداع، فيه ابتكار. ولا يعدم اليوم أبناء الأمة وبنات الأمة، لن يعدموا أفكار تنموية تصب في ما يسمى اليوم بالتنمية المستدامة، ينتفع بها هذا الفقير المسكين. نحتاج أننا نخرج ننظر في واقع الآخرين وعمل الآخرين. واليوم الإنسان إذا نظر في ما يقدمه الآخرين وصور العمل التطوعي عند غيرنا
من الدول ومن المجتمعات ومن الثقافات، وأتينا بها وعملنا بها بما يتناسب مع واقعنا ومجتمعنا وسلوكنا وحياتنا كيف تكون. أيضا يعني لماذا ندعو إلى العمل التطوعي وإشاعة ثقافة العمل التطوعي؟ لأنني وجدت وقرأت عدد حقيقة من المقالات التي تستشهد بدراسات اطلع عليها أصحاب تلك المقالات بأن العمل التطوعي له مردود كبير جدا على الحالة النفسية للمتطوع. العمل التطوعي له مردود كبير جدا على الصحة النفسية. وقرأت عدد من القصص التي تغير أصحابها بعدما انخرطوا في العمل التطوعي. أشخاص كانت عندهم حالات من الاكتئاب الشديد المتقدم، فلما تفرغوا للعمل التطوعي وأشغلوا هذه النفس المتعبة المرهقة من هذا المرض، وجدوا لهذا أثر كبير في علاج هذا النوع من الأمراض. العمل التطوعي من الأدوية الناجحة في علاج الصحة النفسية. وأسألوا كثير ممن عانى من مشاكل، حتى مشاكل الإدمان ومشاكل بعض العلاقات الأسرية، كثير منها تم علاجه من خلال العمل التطوعي الجاد. العمل التطوعي الجاد، ليس العمل التطوعي الفوضوي أو غير المنتج أو الذي يعمل بالبركة، لا، العمل التطوعي المدروس الجاد الذي يعرف المتطوع من أين يبدأ وأين ينتهي وماذا عليه وماذا ينبغي أن يقدم. أقول لماذا نتكلم عن العمل التطوعي؟ لأن في علاج كبير جدا للصحة النفسية. لماذا العمل التطوعي؟ لأن المتطوع الله سبحانه وتعالى جعله مفتاح للخير. والله يا أخواني يا أخواتي، إذا جعلك الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير فأبشر بالخير. ترى في ناس مفاتيح للشر، إذا الله سبحانه وتعالى اختارك أن تكون مفتاح للخير فإنك على خير كثير، فهناك مفاتيح للشر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس مفاتيح للخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليغ للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليغ للخير. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالمتطوع هو في الحقيقة مفتاح للخير مغلاق للشر. وهذه دعوة أنا يعني أبعثها لكم أخواني أخواتي أينما كنتم، في هذا البلد، في هذا المجتمع أو في غيره. تطوع في فعل الخير، وكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وثق تماما أنك لديك من القدرة. أنا متأكد أن لديك من القدرة، لأني رأيت صور، والله رأيت صور من الناس لا يستطيع أحدهم الحركة، مقعد على كرسية، ولكنه يعمل في العمل التطوعي ويقدم، لا أقول للناس، ترى يقدم لنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أحسنتم، إيش أحسنتم؟ أحسنتم لأنفسكم. فالإنسان حينما يحسن يحسن لنفسه، وما تقدموا من خير فلأنفسكم. فأنا متأكد أن اليوم إحنا في حاجة،
في حاجة ماسة للعمل التطوعي، لكنها العمل المتميز. وأكررها، العمل المتميز المتقن الغير تقليدي. خلاص نريد إبداع في العمل التطوعي، نريد ابتكارات في العمل التطوعي. اليوم العالم كله يتقدم، وكثير من الأشياء تركن على الجانب، ما يلتفت إليها. نحتاج أن نواكب هذا التقدم وأن نواكب هذا التميز. وحلقة اليوم لم تنتهي، سيكون لها أيضا جزء آخر، جزء ثاني، أرجو أنكم تتابعوني بإذن الله تبارك وتعالى. لكنني أؤكد أننا نحتاج اليوم إلى أعداد كبيرة من المتطوعين. في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى سأتكلم عن نماذج من العمل التطوعي التي نحتاجه اليوم وتحتاجه الأمة. بهذا الكلام أصل إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والرشاد، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور.